مشاهدين أهلا بكم. السيارة العسكرية الجزائرية المدرعة نمر الجزائر. وتسمى باللغة الإنجليزية نمر أوف ألجيريا. وهي آليات دفاعية قتالية وأمنية تصمم وتصنع من قبل شراكة نمر، آلية للسيارات. وهي شراكة بين مجموعة بنجبر والجيش الجزائري الوطني، ومنها طراز مدرع وآخر غير مدرع، كما أنها مصممة للاستخدام على جميع أنواع الطرق والعمل تحت مختلف حالات الطقس. تستخدم حاملة للجنود، ويمكن أيضا تجهيزها للتصدي لأعمال الشغب والأعمال الشرطية واللوجستية والإسعاف والإطفاء، كما زودت أيضا قمرة قيادة السيارة بأنظمة الاتصالات كافة وأنظمة الرؤية الليلية وأجهزة الملاحة. يوجد مصنع هذه الشركة بولاية خرشنا بطاقة استيعابية خلال المرحلة الأولى تصل إلى 450 عامل، وينتج أكثر من 300 عربة في السنة. لقد نصت الاتفاقية على تأسيس شركة متخصصة بتصنيع المركبات المدرعة في الجزائر تحمل اسم نمر الجزائر. ويعد مجمع تنمية الصناعات الميكانيكية الدراع والركيزة الوطنية لصناعة الآليات العسكرية تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني بالجزائر. كما تشير الاتفاقية إلى إنتاج المشروع لمركبات نمر المدرعة المصممة إماراتيا في الجزائر بترخيص من توازن القابضة، إلى أن دولة الإمارات العربية تقوم حاليا بتصدير تقنياتها الدفاعية المتطورة والمجهزة بالمهارات والمعارف المطلوبة إلى أسواق أخرى في مختلف أنحاء العالم. كما تسهل الاتفاقية وصول توازن إلى سوق الصناعات الدفاعية الإفريقية عبر تقديم فرص تجارية جديدة للشركة الصناعية الاستراتيجية التي تتميز بنموها السريع. بنية المدرعة. إن السيارة الجزائرية المدرعة نمر مزودة بمحرك جبار يولد قوة قدرها 320 حصانا، متصلا بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 135 كيلومتر في الساعة، ويمكنها حمل 8 أشخاص، ويبلغ وزنها 6700 كيلوغرام. وتتميز أيضا بمواصفات أخرى، من بينها أن السيارة مزودة بجهاز نظام التموضع العالمي GPS، ويمكن استخدامها لأغراض مختلفة، حيث من الممكن استخدامها لنقل أغراض عسكرية أو كمركز للقيادة أو سيارة إسعاف، بالإضافة لاستخدامها كحاملة جندي. إذا وصلت إلى نهاية هذا الفيديو فنحن نشكرك، اترك لنا تعليقا وانطباعك حول هذا الفيديو، واضغط على زر الإعجاب، واضغط أيضا على زر الاشتراك، واترك لنا تعليقا، وشكرا لكم للمشاهدة.